دنيا تركي مديرة تنفيذية المعهد العربي للحوكمة متخرجة من المدرسة الوطنية الهندسة المعمارية والتعمير سنة 2012 عملت بعدة منظمات من المجتمع المدني منظمات دولية ومنظمات تونسية كيفما إغيس Electoral Reform International Services خدمت معهم على مشروع تربية على المواطنة لدى الشباب من 17 إلى 19 سنة كيفما مشروع تربية الانتخابية لدى الأشخاص الأمنيين وذو القدرات القرائية المحدودة مع IFAS International Foundation for Electoral Systems خدمت زادة مع Handicap International على مشروع تحسين وضعية مدارس الأطفال في وضعية إعاقة بالتعاون مع يونيسيف ووزارة التربية كذلك نائبة رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات منذ حوالي سنة التحقت بالمعهد العربي للحوكمة بصفتي مديرة مشروع بلديتي اللي بدأ من نوفمبر من أكتوبر 2014 المعهد العربي للحوكمة هو جمعية تأسست سنة 2012 هدفها هو تعزيز حوكمة أفضل وإرساء حوكمة أفضل للقطاع العام الهدف من الجمعية هي في الأصل كان أن تكون محضنة للتفكير والبحث وبناء القدرات في مجال الحوكمة والسياسات العامة والهدف أنه كان تسهل لتسهيل مشاركة المواطنين في الشؤون العامة وتمكين صناع القرار من إثراء وجهة نظرهم وقت اللي يجيوا يعتبروا الحلول المناسبة في مجال السياسات العامة المجالات متاع العمل متاع المعهد العربي للحوكمة متعدة نخدموا برشا على الحوكمة السياسية الحوكمة المحلية الحوكمة العامة والإصلاح الإداري الحوكمة المفتوحة ونخدموا زادة على برشا مجالات كما الصحة والتعليم ونعملوا زادة في مجال بناء القدرات في القطاع العام المعهد العربي للحوكمة نظم مؤتمر دولي حول الحوكمة الانتقالية في 2012 شارك في تنظيم ندوة دولية ووطنية حول تقييم المسار الحوكمة الانتقالية عنده زاد مشروع بلديتي اللي انطلق من 2014 هو عضو مؤسس في الشبكة العربية للإدارة العامة المناباخ وعنده برشا مشاركات ومساهمات في الندوات وفي البحوث على المستوى الوطني وخاصة على المستوى العالمي مشروع بلديتي هو مشروع يشرف عليه المعهد العربي للحوكمة بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انطلق في أكتوبر 2014 كان هدف نتاعو الأساسي هو تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم الحوكمة المحلية عبر تصميم أداة للتقييم تقوم على مؤشرات ومعايير موضوعية وعلمية تساهم في أنه التقييم هذا يكون موضوعي وإيجابي وبناء انطلقنا من الأول من أنه نشخص واقع الحوكمة المحلية في تونس بالاعتماد على ورشات شارك فيها عديد الخبراء وعديد الأطراف من الجماعات المحلية البلديات ومجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين زادة الورشات هذه بعد ما قمنا بها في مجال التشخيص عاودنا رجعنا لهم زادة نفس الأشخاص بنظام ومنظومة للحكم المحلي جديدة تقوم على الخطوط العريضة اللي وضعها دستور 27 جانفي 2014 في الباب السابع متاعو المنظومة هذه اللي اعتمدنا في بناء تصورها على آراء وعمل مع الخبراء والممارسين
في حقيقة الأمر للواقع الحكم المحلية في تونس خلصت إلى وكذلك إلى تجارب المقارنة خلصت إلى إنجاز كتيب حول تجسيد اللامركزية على ضوء دستور جانفي 2014 واللي فيه أفكار أولوية حول منظومة الحكم المحلي. المشروع هذايا زاد توصل إلى إنجاز أداة بلديتي ميتر واللي هو موجود على الموقع متاع الموقع متاع المشروع www.baladiti.tn واللي زاد يمس كل البلديات من في تونس كاملة من كافة الولايات. احنا وجدنا تقارب كبير بين اهداف انشطه المعهد العربي للحوكمه ومؤسسه الياسمين هكا علاش احنا نتعاون معاهم لا سيما في البرامج المتعلقه بالحوكمه المحليه ولا مركزيه. الكلمه اللي حبيت نقولها هي انه المركزيه كلمة لكن احنا في تونس معلقين عليها برشا امال خاصة انه تمثل فرصتنا في انه ننهض منظومة الحكم المحلي وخاصة في بعضه التنموي. اللامركزية هي شانتي كبير يتطلب منا احنا طول نفس ويطلب كذلك منا انه نرسيو مقاربة تشاركية فعالة وفعالية تجمع القطاع العام والقطاع الخاص منظمات المجتمع المدني من اجل انه اللامركزية توصل تحقق اهدافها على المستوى المتوسط والبعيد.